بهذا الفيديو جايب لكم عدة أخبار للرياضة السورية. نبلش بالموعد والقنوات الناقلة إذا في قنوات، والتوقعات لمباراة سوريا ولبنان اللي راح تقام غدا، اللي هي الودية الثانية لمنتخبنا الوطني الأولمبي. وأيضا بهذا الفيديو بدنا نتكلم عن حلقة جميلة جدا حصلت ما بين بشار عربي وعمر السومة ومؤيد الكرنيب، أحدهم لاعبا لمنتخبنا الوطني، حارسا لمنتخبنا الوطني الأولمبي، والثاني أسطورة لآسيا وأسطورة لمنتخبنا الوطني السوري. وأيضا بهذا الفيديو بدنا نتكلم عن فراس خطيب وإنجاز على مستوى الكويت بأسرها، وورد السلامة يستدعى من قبل هيكتور كوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة. معكم علاوي من قناة علاوي يوتيوب، بقناتها أنزل محتوى رياضي سوري. إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغط لايك الفيديو وسبسكرايب القناة، وخلونا نبلش بالفيديو. نروح للخبر الثاني ونتكلم عن فراس الخطيب. مثل ما قلنا لكم قبل عدة حلقات تقريبا ثلاثة أو أربعة، قلنا لكم ترى فراس الخطيب متأهل لجائزة على مستوى التدريب الكويتي، وطلع هو ومدربين كانوا يدربون بالدوري الكويتي بالسنة الأخيرة بالدوري اللي انصرف. واحد هذول الثلاثة مدربين، فراس الخطيب ومدربين، سينال جائزة أفضل مدرب في الكويت للموسم الماضي، الموسم اللي انتهى. فقبل قليل تقريبا قبل دقائق فقط فراس الخطيب، وتم الإعلان رسميا بأن أسطورتنا أسطورة الكرة السورية أفضل مدرب في الكويت، ونال على جائزة أفضل مدرب بالكويت من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم. فألف مبروك لأسطورتنا فراس الخطيب، ودائما ما شاء الله ما يجعلنا نفتخر به وبإنجازاته العظيم. يستاهل فراس الخطيب ما شاء الله عليه، انتشل فريق الفحاحيل من أسفل الترتيب إلى أعالي الترتيب وجعله ينافس على لقب بطل الدوري الكويتي. وننتقل للخبر اللي بعده على السريع، خبر ورد السلامة. وبعد خبر ورد السلامة بي خبرين مهمين جدا، واعتقد الناس اللي فايتين على الفيديو بس مشان هذول الخبرين. ورد السلامة البارحة طلع عبر إذاعة صوتي قال انه هو تلقى استدعاء من هيكتور كوبر من اجل التواجد مع منتخبنا الوطني الاول في شهر حزيران لمواجهة فيتنام. وطبعا استدعاء ورد السلامة يأتي بعد خسارة منتخبنا لعدة محترفين وعدة مغتربين ما راح يكونوا متواجدين مع منتخبنا لسببين. منتخبنا الأول، السبب الأول لأنه ما صار لها الدوريات من خلصت عدة أيام، وفي بعض دوريات للآن ما خلصت كالدوري العراقي، يعني محمود المواس وفهد اليوسف بنسبة كبيرة لن يأتوا. وأيضا سيخسر منتخبنا الوطني الأول لاعبين لأنه في خمسة لاعبين أساسيين مع منتخبنا الوطني الأولمبي، أيضا هم أساسيين ويعتمد عليهم مع منتخبنا الوطني الأول، ولكن هم ما راح يجون على الأول على المنتخب الأول لأنه هم حاليا يلعبون مع الأولمبي ببطولة غرب آسيا. فلذلك تم استدعاء ورد السلامة لاعب نادي القيصوم النشط في دوري يلو السعودي. وننتقل لخبر عمر السومة، واللي هو بصراحة مو خبر ولا هي الأخبار ولا هي الشغلات اللي متعودين عليه أقدمها بقناتي، ولكن بصراحة أنا استمتعت جدا 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 بهاي الحلقة اللي حضرتوها، اللي تجمع ما بين بشار عربي وعمر السومة ومؤيد الكرنيب. ففي لقطات من هاي المباراة اتحدى فيها بشار عربي الأسطورة أيضا السورية على اليوتيوب، اتحدى أسطورة آسيا عمر السومة، وعمر السومة اكتسح بشار عربي بهذا الفيديو. وفي أيضا أجزاء من هذا الفيديو عمر السومة يسدد على مؤيد الكرنيب المستدعى حديثا لمنتخبنا الوطني الأولمبي، واللي متواجد حاليا ببعثة منتخبنا الوطني الأولمبي في لبنان. طبعا اللي يسألني أيمت تصور هذا الفيديو، تم تصوير هذا الفيديو قبل أسبوعين، يعني قبل التحاق مؤيد الكرنيب إلى بعثة منتخبنا الوطني السوري في لبنان. حلقة جميلة جدا ممتعة بكل تفاصيلها وبكل ثوانيها وبكل لحظاتها، فشوفوا هاي الحلقة من خلال الرابط اللي راح اترك لكم اياه اول تعليق مثبت. نروح على الخبر الاهم والاخير ونتكلم عن منتخبنا الوطني الاولمبي. راح يواجه منتخبنا الاولمبي غدا ان شاء الله 6 الشهر منتخب لبنان. بالنسبة لموعد هاي المباراة، نفس موعد المباراة الاولى الودية الاولى ستكون عند الساعة 5 مساء بتوقيت بيروت وبتوقيت دمشق بتوقيت لبنان وبتوقيت سوريا. اما مسألة القنوات الناقلة فللآن وكالمباراة أيضا الأولى لا يوجد هنالك أي ناقل إلى الآن، وحتى الأهداف لم ينقلها لا الاتحاد اللبناني ولا الاتحاد السوري، على أساس خايفين مشان ما تنكشف الخطة، وهم المنتخبين ظهروا بأداء سيء جدا جدا. ولكن بالمباراة الودية الثانية اللي راح تقام غدا، وعد مارك فوتا بأنه راح يدخل بأقوى تشكيلة عنده بالمنتخب وراح يسعى للفوز بهاي المباراة. وفعلا أقوى تشكيلة للمنتخب كان مارك فوتا متميز فيها بالودية الأولى، لما دخل بتشكيلة قوية جدا وفزنا فيها بأول 30 دقيقة سجلنا هدفين.
ولكن بعد ما أجرى هاي التبديلات وغير الفريق اكتشفنا أنه الدكة عندنا تعبانة جدا، ما فيها أي انسجام، ما خرج أنهم يلعبون مع منتخبنا ولا خرج أنهم يكونون احتياطيين للاعبين الأساسيين. نعم إحنا عندنا أسماء جميلة جدا وقوية باللاعبين الأساسيين، ولكن دكتنا تعاني جدا. فمارك فوتا مثل ما قلت لكم بالمباراة اللي راح تصير بكرة وعد بأن يدخل التشكيلة الأساسية ويلعب فيها معظم أوقات اللقاء، فإن شاء الله بالنسبة للتوقعات أعتقد أنه غدا سنفوز على المنتخب اللبناني، خاصة بعد ما طلعت هاي المطالبات من الجمهور السوري من أجل انتصار سوريا وعودة الفرح إلى سوريا حتى لو بمباراة ودية. لكن هذا ما يمنع أنه منتخبنا فيه مشاكل كبيرة جدا من حيث استبعاد المغتربين ومن حيث إجلاسهم على الدكة ومن حيث تجريب اللاعبين اللي جربناهم 2000 مرة ومن حيث مسألة الانسجام ومن حيث مسألة قوة الدكة، وهل فعلا اللاعبين الاحتياطيين قادرين انه يعوضون اللاعبين الاساسيين؟ للاسف ما قدروا يعوضون، والدليل اخر مباراه. اما مساله النقل فانتم ايش شايفين الجمهور السوري بالضبط؟ يعني انتم شايفينهم ناس مو مهم رايها ولا ايش؟ ما يتكلمون على الفيس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من طلبات احنا على طول دايرين وجهنا لهم؟ هل فعلا تريدون تقنعوني انه منتخب سوريا ما يريد يكشف خطته ببطوله غرب اسيا ولا ببطوله التصفيات الاسيويه بمواجهتنا ضد لبنان؟ ضد لبنان، مع احترامي لمنتخب لبنان، ولكن لبنان يعني منتخب ضعيف جدا بالنسبة للمنتخبات اللي راح نواجهها بالتصفيات الآسيوية وأيضا ببطولة غرب آسيا. راح نواجه منتخب إيران ببطولة غرب آسيا، راح نواجه منتخبات قوية ببطولة التصفيات الآسيوية. فمباراتنا أمام لبنان مختلفة جدا عن المباريات اللي راح نلعبها بغرب آسيا وبالتصفيات الآسيوية. لذلك ليش ما تنقلون مباراة لبنان، او على الاقل انشروا لنا ملخص لمباراتنا امام لبنان مشان الجمهور السوري يطمن على هذا المنتخب؟ لانه الجمهور السوري حاليا مو مطمن ابدا، خاصه بعد هاي النتائج الكارثيه اللي قام يطلع بها منتخبنا الوطني الاولمبي، وخاصه بظل وجود هذول المدربين مارك فوتا. مارك فوتا انا اشهد انه عنده فكر تدريبي جيد، ولكن مارك فوتا مخربين عليه مساعد المدرب كأكرم علي، ومارك فوتا والله اعلم وبنسبة 95% يقبل بالواسطات وينصاع لأوامر هذا وذاك. واكبر دليل على كلامي استبعاد جام مصطفى لاعب باير ليفركوزن، لاعب دوري ابطال اوروبا، واستبعاد انس الحردان، واستبعاد الكسندر مراد، واستبعاد محمد الحاجي، واستبعاد سيف الشلبي اللي يلعبون باقوى الاندية العربية والعالمية، خاصة جام مصطفى يلعب بالدوري الألماني الممتاز. فخلوها على رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.